بركته. الجزائر هي إحدى الدول العربية التي تعيش اليوم دوامة من الحرب ومن العنف، وكذلك في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية مؤلمة. ومن جديد نطرح أمامكم الملف الجزائري وأمام المعنيين بالأمر أنفسهم أهل الجزائر. ولهذا الغرض استدعينا لهذه الطاولة المستديرة السادة الشيخ محفوظ نحناح رئيس حركة حماس، السيد أنور هدام الناطق باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، السيد عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وعلى اليسار معنا ولنا شرف كبير السيد أحمد بن بلة الرئيس الجزائري السابق، وهو شخصية وطنية جزائرية وتاريخية معروفة وغنية عن التعريف، ومعنا الشيخ عبد الله جاب الله حركة النهضة الإسلامية، وهو يتحدث لمرات عديدة أمام الام بي سي، ومعنا لأول مرة يتحدث أمامكم للام بي سي كذلك السيد نور الدين بكروح رئيس حزب التجديد الجزائري. فأهلا وسهلا بكم على محطة الام بي سي. أود أولا وقبل كل شيء أعزائي المشاهدين أن نتطرق إلى الظاهرة التي تعيشها الجزائر اليوم، وهي ظاهرة العنف. هذا المسلسل دخل منعطفا خطيرا، وبلغ عدد الضحايا اليوم أكثر من 30,000 ضحية. ترى لماذا العنف؟ ولماذا هذا المسلسل الرهيب الذي لم تعرف الجزائر مثله من قبل؟ نطرح هذا السؤال أولا على الشيخ محفوظ نحناح من حركة حماس ليعطينا رأيه أولا في هذه الظاهرة وأسبابه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر مركز التلفزيون الشرق الأوسط هذه الالتفاتة الطيبة المتعلقة ببلد عربي يحس الجميع بأنه في حالة غرق بسبب هذا العنف الذي أصبح سيد الموقف ويقطف الرؤوس باستمرار يوميا، سواء من أبناء الجزائر أو من الرعايا الأجانب، من عرب وغير عرب. وإذا كان لنا من كلمة موجزة في هذا الموضوع فإننا نقول إن هذا العنف هو نتيجة طبيعية لعدم فهم الجميع لسنن الله في التغيير أولا، ثم لقواعد اللعبة السياسية، ثم لعدم هضم قواعد عمل الشورى أو عمل الديمقراطية. وهذا أفرز ظاهرة تسمى عندنا ظاهرة استعراض العضلات، وظاهرة استعراض العضلات مست المواطن الذي تطحنه يوميا رصاصات تأتيه من ذات اليمين أو ذات الشمال، والبعض يعترف بها كما هو ملاحظ، والبعض لا يعترف بها، والبعض يتبناها، والبعض الآخر لا يتبناها، غير أن النهاية هي أن رأس الإنسان الجزائري هو الذي يقطع ولابد من حل. هذه أعتبرها كلمة أولية فيما يتعلق بالنتائج التي وصلنا إليها في الجزائر للأسف الشديد. أستاذ أنور هدام، الجبهة الإسلامية للإنقاذ معنية بهذه المسألة بطريقة أو بأخرى، حتى ولو أنها لم يثبت تورطها في تنفيذ الأعمال التي تشهدها الجزائر اليوم، هناك من يوجه أصابع الاتهام إلى ما يسمى بالجماعات المسلحة ويربطها بطريقة أو بأخرى بالجماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ما هو موقف الجبهة من العنف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكركم على هذه المناسبة التي إن شاء الله نرجو منها أن نعطي وجهة نظرنا فيما يجري في الجزائر لإخواننا في الدول العربية والإسلامية ولشعبنا في الجزائر،
قبلها لابد أن أذكر بأنني لست الناطق الرسمي باسم الجبهة الإسلامية في أوروبا وأمريكا، وإنما رئيس البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية إنقاذ في أوروبا وأمريكا، ونحن نلح على هذه العبارة حتى نذكر للعالم بأن ما يجري في الجزائر إنما هو كان من نتيجة وقف أو إيقاف المسار الانتخابي، وأن الذين يتهمون بالإرهاب انتخبوا من أجل الوصول إلى السلطة بالقوة، انتخبوا مرتين على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، وأما الذين يسمح لهم أو يلتمس لهم الأعذار بأن يستعملوا الإرهاب ويستعملوا التعذيب من أجل البقاء في السلطة قد نبذهم الشعب ورفضهم في نفس تلك الانتخابات. وأما بالنسبة إلينا نقول أنه الجهاد القائم في الجزائر إنما ولده عنف الدولة، الجهاد القائم ولده عنف الدولة وممارساته وإرهابه ضد شعبنا. ونحن كنا في الجبهة الإسلامية الإنقاذ ولا زلنا، وهي حزب سياسي حب من حب وكره من كره، وإنما الجبهة الإسلامية الإنقاذ ونحن متيقنين كذلك أن إخواننا المجاهدين المخلصين هم بريئين من كل هذه العمليات الإرهابية، هذه العمليات التي تستهدف الأبرياء، إنما الجهاد يستهدف الذين أوقفوا المسار الانتخابي وكل من سار على دربهم. وأما هذه العمليات أكانت ضد الأطفال أو ضد الرجال والنساء أو ضد المشايخ أو ضد الأجانب، إنما كانت من أجل أولا من أجل تشويه القضية العادلة للشعب الجزائري، ومن أجل محاولة حصار البعثة البرلمانية والبعثة الخارجية للجبهة الإسلامية إنقاذ حتى لا تواصل عملها، من أجل طرح القضية الجزائرية على المستوى الدولي حتى يكون هنالك وعي دولي واهتمام بما يجري في الجزائر. نعم، إن الجزائر في حالة خطر، إن الدولة الجزائرية في حالة خطر، إن المجتمع الجزائري في حالة خطر، فنحن ننادي للمجتمع الدولي أن يقف. وهذه المبادرة التي نحن من أجلها في هذه الديار قد نباركها، حيث كثير من الأحزاب الجزائرية جاءت بنية مساعدتنا من أجل طرح القضية الجزائرية على المستوى الدولي. وشكرا لكم. أستاذ عبد الحميد مهري، جبهة التحرير الوطني متهمة هي الأخرى بحكم أن تجربة التنمية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم أو إلى سنة إلى الثمانينيات كانت سيرت من طرف حزب جبهة التحرير الوطني باسم الحزب الحاكم الحزب الواحد. ما هو موقف جبهة التحرير الوطني من هذه الظاهرة، وكيف تنظر إلى الحلول المناسبة؟ والله التهم التي وجهت لجبهة التحرير الوطني قائمتها طويلة، لكن أغلب اللي وجهوا التهم اليوم لجبهة التحرير الوطني هم اللي استعملوها غطاء للحكم البلاد تلك 30 سنة الماضية. جبهة التحرير الوطني كانت الحزب الواحد لغاية 89 وأصبحت حزبا كسائر الأحزاب، رأيها بحكم القرارات المؤتمر الاستثنائي أن تنهي عهد الحزب الواحد وتنتقل إلى التعددية والديمقراطية وتنتقل إلى تنظيم اقتصادي عصري آخر، لكن هذا التغيير سدت الطريق أمام التغيير نحو الديمقراطية وسدت الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية. والعنف الذي هو واقع اليوم كان متوقعا، وبعد إيقاف